طبعاً أنا اليوم جاي أشوف المسلسل مالتي المفضل. واو ها شوفوا توم وجيري وات هو راح يتزوج وأخيراً. واو يلا يلا خلي أجهز الطعام البيتزا. هاي البيتزا خلي أجهزها. واو والله العظيم حياتي أني كلش حلوة. شوفوا خلي أشوفكم أني دائماً هنا أنا أجلس بالحديقة مال بيتنا إيه وتابع هذا المسلسل مالتي المفضل توم وجيري وخلي الطعام مالتي هنا. شوفوا هذا المرق مرق الدجاج. واو أني أحب الأكل. أوه كيك يوم 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 واي خربانة. أوكي خلينا ناكل شوية بطاطا. أوه كعك كب كيك. أوكي يلا يلا خلينا ناكل. أي ناكل ناكل. أوكي خلينا ناكلها. أوه ما يصير أكلها. خلينا ناكل يلا يا سمك يا جميلة. أوكي أوكي يلا خلينا ناكل خلينا ناكل. ابني أوكي تعال بسرعة. ماما أني مشغول عندي عمل. تعال ناكل لأبوك. اوف يا ربي ماما ما تخليني اكل دائما. تقول لي ابني اوغا اذا تاكل كثير طعام راح تسمن. والله العظيم هذا الكلام كذب. شوفوا اني هذا الطعام كله اقدر اكله وما راح اسمن. اوه بيتزا احب البيتزا اني. يم 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 يم. اوكي خلينا ناكل هذا اللحم. اوه خلينا ناكل ارنب. اي خلينا ناكل لحم الارنب وهذا اللحم مال البقره وناكل ناكل دجاج. شوفوا اني ما اسمن. اي والله العظيم اني محظوظ. اخ بطني. هاي شنو؟ ابني تعال بسرعة. اوكي ماما اوكي اني. شكل هذا الطعام خليته على الارض والتم عليه الحشرات وصار مسمم او بجراثيم. اوكي خلي اشوف ماما شو تريد من عندي. ها ماما ها شنو اشتردي من عندي؟ ابني اسمعني اني جاي الاحظك انه انت جاي تاكل كثير طعام ملوث ومو نظيف. بس ماما اني ما بي شيء. اي ما بي شيء اريد اروح اكمل المسلسل مالتي. ماما تحتاجين شيء؟ اسمعني ابني لازم تروح للدكتور حتى نشوف شنو مرضك افتهمت؟ لا لا ماما اني والله العظيم مو مريض ما بي شيء. اسمعني شلون مو مريض؟ افتح الثلاجه وشوف شنو بيها. افتح الثلاجه. اوكي اوه فارغه الثلاجه خلصت الطعام مالها. اي غير انت اكلته كله يا غبي اكلت الطعام كله اكيد راح تتمرض. لا ماما اني اوعدك انه اني ما بي شيء الحمد لله والشكر. لا امشي قدامي للدكتور بسرعه. اوكي اوكي يلا يلا مو مشكله راح اروح للدكتور. بس ماما اني والله العظيم ما بي شيء. لا شلون ما بيك شيء؟ شوف كرشك ايش كبره صاير. اوه وين كرشي ماما ما بي. اوه والله صدق القميص مالتي صار ما يقد علي. شوفوا شوفوا القميص مالتي ما يقد بطني طالعه. اي شوف كرشك ايش كبره صاير قاضيها بس اكل ونوم وشرب ما يصير هيك. روح اشتغل روح للقاعه روح اتمرن صير عضلات عندك. لا لا ماما لا. اوكي اوكي يلا امشي للدكتور. اخ بطني بطني والله العظيم تاذيني. انت شنو اكلت اليوم؟ ماما ما اكلت شي اني بس اكلت دجاجه وحده. شنو؟ وين الطعام؟ قلي. طيب ماما تعاي خلي اشوفك سر من اسراري بس لا تغضبيني وتضربيني. لا لا ما اضربك. وين الطعام تخبئه؟ شوفي ماما انا هنا أنا دائما اجلس بالحديقه واكل هذا الطعام كله. يا ربي شنو هاي المصيبه؟ هذا الطعام كله تاكله انت لوحدك. ايه ماما شوفي راح اكل هاي البيتزا. لا وقف خلاص امشي للدكتور يلا. خلاص امشي انا للدكتور. امشي ماما. بس ماما والله العظيم الطعام لذيذ كلش. ايه اعرف لذيذ بس تتمرض اذا تاكل كثير. اوف يا ربي والله العظيم يا شباب امي صحيح كلامها. يعني اني صحيح اذا اكل طعام كثير راح اتمرض بس شو اسوي الطعام لذيذ. يلا امشي للدكتور بسرعه. اوكي اوكي خلاص راح نروح للدكتور اني وماما. حسبي الله ونعم الوكيل. يلا يلا ماما تعالي للدكتور. بس والله ما بي شيء. امشي للدكتور واسكت ولا تتكلم. اوكي حسبي الله ونعم الوكيل. يا شباب يا بنات شلون ورطه ويا ماما هسه. اوكي يعني صديقي اني امير سلو ياكل اللي يعجبه ياكل بيتزا وهمبرجر ودجاج وامه ما تحاكي. اوكي مو مشكله يلا وصلنا للدكتور. اوكي السلام عليكم عمو الدكتور. عمو الدكتور افحصني شوف شنو بي. وين امك؟ هاي اني امه. اوكي اجلس على الكرسي. خلاص ماما جلست على الكرسي. اوكي تعال خليه يتكلم ويا الدكتور ونشوف شنو بيك افتهمت؟
اهلا اهلا عمو، قولوا منو انتم؟ منو انتم؟ مش تردوا من عندي؟ ايه اني هذا ابني ياكل طعام ملوث وياكل كثير طعام. عمو الدكتور اريدك تشوف شنو بابني، مريض او لا، لان شفته يسعل. لا ماما ما بي شيء، اسكت ولا كلمة. طيب طيب، تعال اوغا، تعال. اسمك اوغا مو؟ ايه اسمي اوغا. ايش تريد من عندي؟ شوف افتح لي حلقك، افتح حلقك. آه. اي شنو يا ساتر، شنو هاي ريحة حلقك الخايسة؟ ريحة حلقك عفينة. اوكي دكتور، وبعد؟ اضغط على هذا الزر بسرعة. اوكي شنو صار؟ يا ربي انت بيك مرض خطير. اوه شنو هذا المرض؟ يا ربي ابني معقولة مريض؟ اي مريض ابنك يا ساتر، هذا بيه مرض خطير، لازم يسوي رجيم ويبتعد عن الاكل المو صحي وياكل فقط فواكه وخضروات، اوكي، ويشرب حليب وياكل تمر، اذا ياكل اي شيء دجاج او لحم او سمك او برجر او همبرجر او بيتزا راح يموت. لا لا ان شاء الله بعد ما ياكل. بس ماما اني والله العظيم ما بي شيء. لا شو ما بيك شيء؟ ايش سمنك صاير؟ ايش قد صار وزنك؟ وزني 110 كيلو. لازم تضعف اليوم، افتهمت؟ وتصير عندك عضلات. يلا اطلع من هنا، واذا اشوفك مره ثانيه تاكل اي شيء راح تموت. اوكي دكتور، بعد ما اكل اي شيء. يلا امشي ابني، امشي بسرعه. اوف يا ربي والله العظيم ماما اني تورطت لان اكلت كثير طعام. اوف يا ربي هسه شلون ورطه هاي. تعال ابني. ها ماما حمديه قولي. شوف اني اريدك تروح للنادي الرياضي او الملعب مال كرة القدم وتتمرن هناك، وان شاء الله راح ترجع احسن من قبل، يعني ليش تصير سمين؟ طيب ماما خلاص خلينا نوصل للبيت وان شاء الله اجهز ملابسي واجهز اغراضي حتى اروح اسجل بالقاعة او الجيم او النادي الرياضي. يلا يلا ماما تعاي امشي للبيت. يلا مو مشكلة ادخل للبيت. اوكي حسبي الله ونعم الوكيل. يلا ابني روح نام وباكر تطلع من الصبح. اوكي اوكي ماما. يلا يلا خلي اروح انام وان شاء الله باكر الصبح اروح اتمرن حتى تصير عندي عضلات. اوكي يلا بسم الله خلي انام. نم 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 نم. هلا والله، أنا اسمي جون سينا الأسطورة. أنا سمعت أكو واحد ما يهتم بصحته وما يهتم بالنظافة وقذر وصار سمين، فلازم اليوم نحارب السمنة ونخليه تصير عنده عضلات مثلي. هو لأن أنا جون سينا. أوكي هلا والله. أوهو هذا البيت مالهم. أوكي يلا يلا خلي أقفز القفزة مال جون سينا. اوكي خلي نروح نبحث عنه، هذا الشخص السيء اللي ما يهتم بصحته وما يسمع كلام ماما وبابا، خلي اروح له. اوكي يلا يلا مو مشكله يا شباب ويا بنات، انا وصلت للبيت مالهم. هذا هذا شنو شكل هذا الطبق اللي ياكل بيه الطعام؟ ان شاء الله ياكل سم لان هذا ما يلتزم بصحته. اوكي يلا يلا فتحوا لي الباب، فتحوا لي الباب. انا جون سينا. منو انا جون سينا. ما تفتحوا لي الباب، مو سهله والله العظيم، اني راح انتقم من عندكم وشوفوا. اوه يا ساتر مجرم دخل للبيت. اي اني مو مجرم، اني جون سينا اقوى رجل بالعالم. اسمك بعروره مو جون سينا، اني عندي سيف وما اخاف من عندك. شوف اني اجيت اليوم احارب الشخص السمين، اذا ما توخر من طريقي والله العظيم راح اسوي لك سوبر سكليب سمج يسمونها، اشيلك واضربك بالاقاع. انت مو جون سينا الحقيقي. موت والله العظيم اموتك وشوف. انقلع يلا والله العظيم اموتك وشوف. هاي راح اموت. لا تقتلني يا جون سينا، الله عليك يا جون سينا اسوي لك حركه الاندرتيكر. لا تقتلني موت. هامي اوكي الضربه الاخيره موت. يستاهل لان اني ماي نيم از جون سينا. اوكي يلا. صحيح. يا ربي شنو هذا الصوت؟ سمعت صوت مال واحد يتعارك. اي وينك حمديه؟ السلام عليكم، وينك حمديه؟ اي استحي البس ملابسك. صحيح اني نسيت البس ملابسي. المهم اني اسمي جون سينا. اهلا وسهلا بعروره سينا. جون سينا افتهمتي لو ما افتهمتي؟ اسفة بس منو انت وش تريد يا جون سينا؟ شوفي اني هو اشجع واقوى مصارع بالعالم
ودائما أدرب الناس الفاشلين وأخليهم يتحولون إلى أبطال. يعني شنو أنا فاشلة مثلا يا فاشل؟ لا لا قصدي ابنك حميد، مدري شو اسمه، هذا ابنك أوجل فاشل، جيت أخليه يصير عنده عضلات مثلي، ليش ما تخليني أني أدربه وبدون مقابل مجانا حتى إن شاء الله بعد ما يصير سمين. أوه هلا والله بجون سينا، يلا تلقى ابني بالحديقة، روح أريدك تخليه يصير شجاع مثلك يا عمو جون سينا. أوكي خلاص خلاص، يلا يلا انت انتظريني هنا، وان شاء الله اليوم قصدي بكره ان شاء الله راح اجيبه وتشوفيه شكله شلون متغير. اوكي خلاص خلاص يلا مو مشكله، يلا يلا خليه نروح له، قالت بالحديقه موجود. اوكي خليه يروح للحديقه مالتهم يا شباب ويا بنات، يلا يلا مو مشكله. اوكي اوكي ايوه اخيرا اني رجعت اكل يا شباب ويا بنات. هاي ماما الغبيه ما تعرف انه اني مستحيل اروح اتمرن ومستحيل اترك الطعام اللذيذ هذا يا شباب. واو والله عندي دجاج ولحم وكثير شغلات. اوه شكل هذا صدق سمين، شوفوه وياكل ولا يهتم، خلي اروح اسوي له مفاجاه يا شباب ويا بنات. اوكي اوكي يلا يلا بسم الله. هي سلم نفسك، والله العظيم لا تتحرك قتلك. منو انت يا ربي؟ جون سينا. واو والله ما مصدقاني. اسكت، شنو جون سينا؟ احترم نفسك، اني من هاي اللحظه صرت المدرب مالتك. واو الله عليك عمو جون سينا، اريد اقابل رومان رينز واريد اقابل اندرتيكر. اسكت ولا تتكلم، شنو جاي تتابع بالتلفزيون؟ لحظه، اوه جاي تتابع توم وجيري فارو بزون مو؟ اي انا احبهم كلش يا جون سينا، والله ما مصدق. شلون اكتشفت المكان مالتنا؟ اولا انا ما اكتشفت هذا المكان، انا عندي معلومات تقول انه انت سمين صح؟ لا لا انا مو سمين، شوف بطني راحت. لا كذاب، هذا الاكل شنو اللي جاي تاكله كله؟ هذا الاكل مال السهره مالتنا، اليوم راح نتابع الحلقه الاخيره مال توم وجيري وراح ناكل هذا الاكل انا وياك اذا تحب. لا 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 هذا الاكل كله راح اخذه من عندك من هاي اللحظه بعد ما تاكل هذا الطعام. ها ليش يا جون سينا شنو اني مسوي غلط؟ لا لا هسه تعرف، هسه تعرف من هاي اللحظه بعد ما تاكل هذا الطعام. افتهمت؟ والله العظيم اقول الماما عليك، افتهمت؟ اني ما انت ما لك علاقه بي، اكل اللي يعجبني واسوي اللي يعجبني، افتهمت؟ شكلك ما تعرف شنو اللي صار. هسه خلي اجمع هذا الطعام وراح تشوف. يا ويلك يا اوغا، والله العظيم اني راح ارجع اكل بالمطعم مال كي اف سي او ماكدونالدز وما اخاف من عندك يا بحر ورسينا. انتظر انتظر هسه راح تشوف، هسه راح تشوف شنو اللي راح اسوي بيك. اوكي اوكي هي الدجاج رجعها، هذا الدجاج اني طبخته. اي اسكت ولا كلمه، اسكت. خلينا نجمع هذا الطعام يا شباب ويا بنات. اوكي اوكي هذا الطعام اللي مو صحي من هاي اللحظه بعد ما تاكله، افتهمت؟ انت شنو علاقتك بي؟ راح اقول الماما انه انت تسللت لبيتنا وتجسست علي وتدخلت بشي ما يخصك. تعال وياي تعال، راح اقول لك شغله تصدمك والله العظيم. والله العظيم اذا ما تخلي، اذا ما اخلي ماما تتصل بالشرطه وتشوف يا جون سينا. اوكي اوكي تعال تعال، امك اسمها حمديه مو؟ ايه حمديه، انت شنو علاقتك بينا؟ تعال تعال هاي حمديه مو؟ يقول هذا راح يتصل بالشرطه، تكلموا وياه. اسمعني يا اوغا، من هاي اللحظه جون سينا راح يدربك ويسوي اي شيء ولازم تنفذ كلامه، افتهمت؟ بس ماما اخذ الطعام من عندي. كفو كفو جون سينا، خلي الطعام بالثلاجه وهذا الغبي لازم يتدرب حتى يصير عنده عضلات وبعد ما ياكل شغلات مو صحيه، افتهمت؟ ها؟ والله العظيم يا جون سينا اني صرت اكرهك. انتظرني هنا، انتظر خليني نشوف بعد شنو تخبئ من الطعام. اوه عنده صندوق هنا، شنو داخله؟ اوكي لا اني ما تهمني الموارد والدايمود وهاي الشغلات. اوكي خليني نخبئ الطعام هنا يا شباب ويا بنات حتى ما يكتشف المكان هذا، تمام؟ يلا يلا مو مشكلة، خلي نروح ندرب اليوم، عندي إلى ثلاثة مهمات صعبة بس يسويهن أترك بحالة. أوكي يلا امشي يلا امشي يلا انقلع. بس ماما والله العظيم أريد أروح. ابني نفذ كلام عمو جون سينا وإذا ما تنفذه أنا أنتقم منك. أوكي أوكي عمو جون سينا راح أنفذ كلامك. يلا امشي امشي وياي، هاي الثلاجة بعد ممنوع تفتحها، افتهمت؟ أوه بيها بيتزا خربانة. اوكي يلا يلا امشي. والله العظيم يا جون سينا انت شخص طلعت سيء وشرير، ما توقعتك بهذا الشكل. شوف حبيبي اسمعني، اني اهتم بيك واني على مود مصلحتك. لا انت ما تحبني. اي اسكت ولا كلمه، خلي اجيب لي سرير معاي واجي. اوكي اوكي يلا يلا خلي اخذ لي سرير يا شباب ويا بنات. اوكي هي وين مدي؟ مالك علاقه، اني اللي اتدخل بالاشياء هاي. اوكي والله العظيم حرام عليك تسوي هيك. اسكت. ها
هاي اقعد جون سينا، اقعد، الدنيا صارت صبح. هاي شنو انت ما نمت؟ لا انا ما انام بالليل، الليل اسهر والصبح انام. بعد ماكو هذا النظام، امشي وياي ان شاء الله، فولو مي. والله راح اشتاق لايام البيتزا والهمبرجر. امشي بعد ماكو هاي الايام. الدكتور قال انه انت مريض ولازم تلتزم بهذا الاكل الصحي، فهمت؟ يعني شنو تريدني اكل عمو؟ اني 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 عندي كرش وسمين. شوف اني الولد الشجاع القوي الاسطوري، واسوي الاشياء على مود مصلحتك، يعني لازم تنفذ كلامي حتى ان شاء الله بعد ما ادخل بحياتك. اسمعني عمو جون سينا، اني ما يعجبني هذا النظام، اعطيني ثلاثة مهمات اسويهن بشكل صحيح، تتركني بحالي، اذا فشلت بيهن الك حق تخليني اصير رياضي مثلك وعضلات وما ادري شنو، افتهمت؟ طيب انت اللي رديتها، تعال وياي. امشي امشي، راح اوديك الصديق يعطيك ثلاثة مهمات، اوكي؟ امشي وياي، امشي امشي. شوف أنا راح أعطيك ثلاثة مهمات. هلا والله بجون سينا، هلا 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 هلا. شلون هي المباراة ويا أندرتيكر؟ إيه أنا فزت عليه، شفتني شلون سويت للحركة مالتي يو كان سي مي وهزمته مو؟ إيه والله كفو كفو جون سينا، أنت شجاع، بس هذا منو اللي جبته وياك؟ إيه هذا اسمه أوغا، سلم عليه أوغا. وعليكم السلام يا غبي، قل له السلام عليكم. خلاص خلاص، السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا جون سينا، قصدي اوغا، شو تريد من عندي؟ شوف اني اريدك تعطي المهمات الثلاثة هاي الصعبة اللي موجودة هنا، واذا فشل بيهن تدخله السجن، واذا نجح بيهن تطلعه من السجن وتعوفه بحاله، اوكي؟ خلاص تكرم عينك يا جون سينا يا مدمر الاساطير. يلا يلا جون سينا، تقدر تروح وما الك علاقة، اني راح اعطي المهمات. خلاص خلاص، يلا مع السلامة. بس انا ما ادري اسوي المهمات. اسكت ولا كلمه، يلا مع السلامه. خلي اروح احسن لي شباب بنات، عندي مباراه هسه ضد الاندرتيكر وجون وسي ام باك وما ادري ايش اسمهم المصارعين ورومان رينز. يلا خلي اروح اهزمهم وارجع يا شباب ويا بنات. اسمعني عمو الشرطي، الله عليك اطلق سراحي واعطيك ستاك دايموند. لا لا لا، هذا الكلام ما موجود عندي. اسمعني يا اوغا، تنفذ كلام عمو جون سينا وكلامي اطلق سراحك، ما تنفذه السجن موجود هنا، تفتهم؟ اخليك بالسجن والله العظيم طول عمرك، افتهمت؟ خلاص خلاص، راح اسوي المهمات اللي تريدين. شنو اول مهمة؟ قول اول مهمة، تروح لهاي اللافتة وتسويها بسرعة. اوكي اوكي، تكرم تكرم عمو الشرطي البطل. خلي نشوف شنو اول مهمة. اصنع أسلحة خشبية، أصنع أسلحة خشبية، ليش لكم بيهن؟ مالك علاقة، مهمات جون سينا هاي. أوكي أوكي، أصنع أسلحة خشبية، يستاهل جون سينا. والله العظيم بس أكمل هاي المهمات أرجع لحياتي القديمة، أكل بيتزا وهمبرجر. أوكي أوكي يا شباب ويا بنات، أوكي أوكي. طبعا بصراحة أنا ما أعرف ليش قل أخ يا يابا يا يابا يا ساتر، والله العظيم مهمات صعبة هاي، وأني كنت دائما أعتمد على ماما وبابا يصنعوا لي الأسلحة ويصنعون الطعام. والله شكل هاي المهمة يعني معناتها إنه لازم أعتمد على نفسي وما حد راح يبقى لي طول العمر يخدمني. إيه والله صحيح، يلا يلا. قال أصنع لك أسلحة، أول مرة نصنع لك كرافتينج تيبل هيجي. اوه والله هيك تنصنع. اوكي اوكي، هسه نخلي الكرافتنج تيبل بهذا المكان. وين بقيه الخشب هذا؟ شلون نصنع الادوات؟ نصنع لحظه، شلون نصنع؟ اني ما اعرف، اني نوب. اوكي اوكي، اوه هاي نصنع الستيك، نصنع عنا واحد. اوكي ستيك ثاني، اعتقد هسه كلش تمام. هسه نصنع عنا شنو اللي راح نصنع؟ نصنع السيف. اي والله السيف هيك تنصنع. ونصنع الشفل، ونصنع البيكاكس، وبعد شنو نصنع؟ هاي شنو؟ والله ما اعرف. اوكي اوكي، ونصنع بعد شنو ناقصنا يا ساتر؟ ناقصنا هاي، لحظه لحظه يا شباب ويا بنات، نصنع هاي. صنعنا السيف والشفل، بقينا بس الاكس هذا. اوكي اعتقد هسه هاي الادوات تمام يا حبايبنا الاساطير. اوكي بعد شنو؟ بعد شنو؟ هاي شنو المفتاح؟ شلون ينصنع؟ اوكي والله ما اعرف اني. اكو حجريه، واو، واكو دايموند. والله شغلات خنفشاريه موجوده. اوكي مو موضوعنا، احنا صنعنا اول ادوات. عمو عمو، صنعت الادوات. اوه والله كفو، خليهم بالصندوق بسرعه. اوكي اوكي بالصندوق. اوه شنو هاي الملابس اللي عندكم؟ عادي اجربهن؟ لا ممنوع. خلاص هسه المهمة الثانية مو؟ اي روح لها بسرعة. اوكي المهمة الثانية،
جيب كل الطعام المضر وجيب 3 تفاحات. ايه تروح تجيب الطعام اللي انت مخبئه وتجيب 3 تفاحات حتى تنجح بهاي المهمة. طيب انتظرني. اوف يا ربي راح افلس اني بعد، من وين اجيب طعام مضر؟ اوكي يا ربي شلون ورطة هاي، خلي اروح اجيب كل الطعام اللي اني مخبئه بالبيت مالتنا يا شباب ويا بنات. اوكي اوكي يلا يلا خلي نجيب الطعام. اوه هنا ماكو طعام بعد، خلي نشوف شنو اني مخبئ. هاي شنو؟ اوه ماكو شيء، خلي نشوف هل اني مخبئ بعد طعام. اوه والله هذا الطعام. اوكي اوكي شكله جون سينا هنا خبئه، ما يعرف انه اني راح اكتشفه. اوكي اوكي يا حبايبنا الاساطير، بعد طعام 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 ماكو. ايش رايكم اخبئ شويه؟ لا 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 هذه يصير غش، ومن غشنا فليس منا يا شباب ويا بنات. اني صحيح مرات يصير مشاغب بس بعمري ما غاش يا حبايبي. اوكي يلا يلا مو مشكله وصلنا. اوكي خلينا ناكل لنا شويه. يم 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 والله لذيذ لذيذ. اوكي اوكي يلا ولك اكل هنا اكل هنا. اوكي خلينا ناكل لنا دجاجه. وين الدجاجه؟ لا هذا ارنب، هاي دجاجه. اوكي اوكي حبايبنا الاساطير ناكل هاي الدجاجه الاخيره. اوه والله لذيذ لذيذ. اوكي اوكي خلي اسوي نفسي ما اكلت اي شيء. نجحت بالمهمه، هاي الاغراض خليهم بالصندوق. اوكي اوكي خليهم بالصندوق، خليتهم بالصندوق تستاهل. بس اني اشم ريحة اكل، لا يكون جربتهن وتاكل منهن. لا 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 اني ما اكل من عندهن. طيب عندك المهمة الأخيرة، روح شوف شنو هي. اوكي المهمة الأخيرة، واو وراح نخلص ونرجع لحياتي القديمة. اوكي المهمة الأخيرة لايك واشتراك وتفعيل جرس الإشعارات، شنو هاي؟ شوف هاي الطريقة الوحيدة اللي تقدر تغادر بها من مركز الشرطة أو السجن هذا. إذا هسا المتابعين يضغطون لايك واشتراك وتفعيل جرس الإشعارات راح أطلق سراحك وترجع لحياتك الطبيعية، افتهمت؟ اوه افتهمت. يلا حبايب الأساطير يا شباب ويا بنات اللي أنا دائما أحبكم وأنتم تحبوني، أريدكم هسا كلكم تضغطون لايك وتشتركون بالقناة وتفعلون جرس الإشعارات وتكتبون بالتعليقات أوغ الأسطورة، واللي يسوي هاي الشغلات راح أقرأ تعليقه وأسوي له قلب وإن شاء الله نكتب اسمه بغرفة المشتركين بالحلقة القادمة، واللي ما يضغط لايك واشتراك أكيد ما راح نكتب اسمه. إي إي صحيح صحيح، فقط اللي يضغطون لايك واشتراك نكتب أسماءهم، أوكي؟ يعني هسا أنا أقدر أروح للبيت مالتنا مو؟ إي بس إذا ترجع تاكل كثير من مثل قبل راح أرجع أسجنك. أوكي أوكي ها، يلا يلا حبايب الأساطير خلي أرجع آكل باق من ماكدونالدز. أوكي أوكي اوه قال جيب 3 تفاحات. اوه هذا التفاح، اوكي شلون نسيت اني، خلي نجيب 3 تفاحات وناكلهن حتى ننجح بالمهمه مثل ما قال. اوكي 1 2 3. اني من زمان ما ماكل تفاح. واو احلى من الدجاج، واو. اوكي اوكي خلي اخذ الماما من عندي يا شباب ويا بنات. اوكي اوكي خلي ناخذ الماما من عندي، نرجع 2 يمكن واحد يجي جوعان. اوكي يلا خلي ناخذ الماما هذه التفاح، وشكرا شباب بنات وصلنا لنهايه المقطع، شكرا على المشاهده، لا تنسون هسه اللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات، وايضا تابعوني على الانستغرام رابط حسابي بالوصف. والفكره مال المقطع مالت اليوم انه لازم الانسان يهتم بصحته وما يكثر طعام، لان الله سبحانه وتعالى لا يحب المسرفين. اوكي شباب بنات او المبذرين. فاوكي شباب بنات وصلنا لنهايه المقطع وبس، مع السلامه، باي باي.